هاي بنات، تقصيف بالشعر مين منا ما بيكرهن لما بيشوفن وبصير قاعد بده يقصن او منو عارف شو بده يعمل؟ بتصير الخصلة او الشعرة الصغيرة عاملة هيك شي يعني 100 فرع وطرفها ابيض وكتير مزعجة، واذا قطشتوها ما بتكونوا استفدتوا من شي. بنفس الوقت ما بتكون تقصوا شعراتكم، فاليوم جبت لكم طريقة حتى تشيلوا التقصيف يلي بيكون بشعركم من دون ما تضطروا تقصوا كميات كتير كبيرة. شوفوا معي، انتو بحاجة لمقص. هذا المقص انا نقيته يكون مقص للحواجب لانه بيكون ناعم ورفيع واحسن بحس من المقص العادي، انه هيك قريب شوي للمقص اللي بيستعملوا الحلاق. رح اقسم شعراتي، اخذ فرشايه وبدي مشط شوي الاطراف حتى ينوبروا. لكن بقسم الشعرات باخد اول قسم وبلفهم. بتضلكم تلفون للاخر. كل هالشعر اللي بيطلع هن اغلبية الوقت بيكون شعر مقصف، فمناخد المقص ومنشيله. بما انه الشعر اللي بيكون هون من تحت بيكون كتير تعبان، رح اقسمه لوحده وارجع اخد هيدا القسم التاني ورح لف. هلا اكيد اذا كنتوا قاصين قصه الدجرادي يعني المتدرج بتقدروا اكثر تشوفوا الشعرات التعبانين لانه بيطلعوا اكثر. هلا انا مش من زمان قصه شعري، مشان هيك عم بلاقي تقصيف بس مش كثير كثير. بس اذا صار لكم زمان بالبليين انا كنت اقعد ساعات اقعد قصيص. لكن من بعد ما نكون لفيناها فيكم كمان ترجعوا تاخدوا الخصلة تجربوا هيك تفتحوها شوي بهالطريقة ويكون في ضوء، أهم شيء يكون في ضوء، وتقصوا. أنا هون مثلا في كتير لأنه صابغة شعري. دايما القسم اللي تحت بيكون فيه أكتر تقصيف وتعبان لانه بتكونوا عاملين براشينج سيشوار، دايما بتحطوا برودكتس يمكن عليه فبيتعب وبيقصف. من فوق لانه دايما بينقص فبيكون احسن، خاصه اذا بتعملوا فير كارثه للشعر. انا اوقات بحب هيك اعمل هيك. هاي الخصلة فيها اوه مليانة. ليكو ليكو كيف بتكون ما عاملة قصهم، فلازم تقصوها من هون، ما تقصوها من هون لانه ما بتكونوا شلتوا التقصيف. هيدي خصلة تانية، شعرة تانية بالاحرى. هيدي كمان من الخصل اللي بتبين تعبانة. ليكو بس كيف تنقطش، بس شدوا شوي فيها. كمان بدي قصها تبقى عاملة نقطة بيضة. هيدي دشينا بهالطريقة. من بعد ما تكونوا فتشتوا بكل شعركم بتقدروا على القليلة تسهلوا على البنت اللي رح تقص لكم شعراتكم بانه تشيلوا التقصيف يلي ممكن هي ما تقصه. يعني اذا انتم مثلا كنتوا رايحين بدكم تشيلوا هالقد، اوكي هون يمكن يكون بعد في تقصيف، فمن بعد ما تقصوا فيكم تشيلوا كم خصله. اذا كثير زاجين تكونوا حاسين انه انتم كل ما عم تطلعوا، خاصه اذا لابسين العبايه السوداء بالبيت مثلا او كنتوا ظاهرين مع صاحباتكم، على الاسود كثير ببين بيزعجوكم، ساعتها قصون. هذا كان الفيديو لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. ما تنسوا دايما تعملوا سبسكرايب لماي تشانل تتحضروا كل الفيديوز وكل التريكس، واكيد تشاركوني بتعليقاتكم وبرايكم على السوشيال ميديا مثل انستغرام فيسبوك وسناب شات. بشوفكم بفيديو جديد، باي.